عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا بيتكلم عن ابو جبل واخوه، هما الاثنين مع بعض في نزهة خاصة بيهم، وطبعا يبدو على ابو جبل ملامح السعادة والسرور، ربنا يديمها ان شاء الله عليه وعلينا جميعا يا رب العالمين. وده اللي خد باله منه ناس كتير جدا، ان هو الحمد لله حالته بدأت في الازدهار ان شاء الله، ودايما يفضل على كده. والناس خدت من هنا بتقول يعني ان الانسان لما يسلم امره لله ويكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويفوض امره لله، فعلى حسب طيبة قلبه ربنا هيديله ان شاء الله. وان ابو جبل بيحب الصغير والكبير، حتى الاطفال اشادوا بيه وبيكلموه وبيحبوه، حتى جماهير نادي الزمالك ما زالت من الاطفال بتتصور مع ابو جبل، لان الاطفال لا تحمل اي ضغينة وما بتفهمش فيه الصراعات الكبيرة. لما بيشوفوه بيكونوا عايزين يتصوروا معاه ويتكلموا معاه ويبعتوا له رسائل صغيره كده على قدهم، ان هم بيحبوا، تدل على ان هم بيحبوا ابو جبل. فاذا ربنا سبحانه وتعالى حب يعني حب عبد، حب في خلقه، ربنا يحب في خلقه كمان وكمان، ويحب فينا جميعا خلقه يا رب العالمين، ويجعلنا من المحبوبين، اللهم امين. واشوف حضراتكم على الف خير يا رب، ونسمع اخبار جميله قريب باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.